تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده هنشوفه دلوقتي في مقادير الرغيف الحواوشي. ده ملوش مقادير، دي حاجه كده من عند الجزار، شويه لحمه مختلفين، بيحط شويه لي على شويه دهون، ولكن انت عايز تعمليه في البيت بتفاصيله بقى سجق. مقاديره على الشاشه فريق عمل الجميل. سجق بلدي بتجيبيه معانا، عيش بلدي وعيش شامي حسب رغبه ولادك وجوزك طبعا. معانا شويه زعتر بلدي كمان، زعتر الجميل الحلو ريحته حلوه ده كده. معانا جبنه شيدر لان احنا هنحط له جبنه شيدر بعد ما يستوي، نسيحها كده ونحطها عليه. ومعانا زيتون اخضر هنضيفه طبعا للخلطه بتاعه السجق، ومعلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء، والبصل والطماطم بتاعنا الجميل، والثوم وشويه البهارات الحلوين، ملح وفلفل. ممكن نحط بشره جوز الطيب يعني نجود. حواوشي جايه من حاجه محرمشه، جايه فيها كل التفاصيل. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي، ولكن خلونا طبعا اول حاجه نشوفها السجق هيتحط ني ولا مستوي في قلب الرغيف. دي مدرسه لوحدها. الطبيعي ان هو يتحط ني، ما يستويش، لانك لو سويتيه هيروح في حته تانية. انا عايز استفيد بالجوسي وبالطعم بتاع السجق في قلب اللقمه بتاعت اللي انا هعملها. حلو الكلام. تعالوا نعمل الخلطه بتاعت السجق. حلو قوي. هنجيب كسروله كده، زعتر ده نخليه كده، ونقطع السجق ده مكعبات صغيره. بس انت لما تيجي تقطعيه هيفرول منك ويبوظ منك، فانا هعلمك ازاي تقطعي السجق بطريقه حلوه بالشكل ده كده. الله. طبعا بتشتريه من عند الجزار، لازم يكون باللون الحلو ده كده، ده مهم جدا على فكره، ما يكونش لونه غامق. السكينه بتاعتنا تكون حاميه، اوعى تقطعي السجق في سكينه بارده، علل ولماذا يا شيف؟ هيتهري منك، ده الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نحط الخلطه بتاعتنا الجميله. ده ما ينضربش في الكبه، ضربتيه في الكبه بقى شبه اللحمه المفرومه. سنيت السكينه، طبيعي انك بتمسحيها بمنديل عشان نتيجه الاحتكاك للمعادن ببعضها، ده الطبيعي. اه زي الفل. هناخد السجق ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف التقطيع دي مهمة جدا، اهو شفت دي كده اهو اهو كده، بحيث تبان شخصيته في قلب الرغيف. ولكن اخواننا في اسكندرية حبايبنا اللي بنوجه لهم تحية كبيرة من مزبيرو هنا، يقول لك الرغيف الحواوشي الاسكندراني ايه هو؟ تتعمل له عجينة اللي هي عجينة الرغيف العادية خالص، او جابك مخبز بتجيب منه عجينة نية او عجينة يعني بتاعت عيش، تقول له مثلا اديني عجينة 10 ترغيفة 5 ترغيفة زي ما انت عايزة، وبتحشي اللحمه وبتحشي السجق في قلب الرغيف وهو طبعا ني. ودي طريقه طبعا مختلفه شويه، ولكن انا هعمله النهارده في العيش الجاهز البلدي او العيش الشامي، ونشوف نعمله مع بعض. لازم سكينتك تكون حاميه. اللهم صل على النبي. وما يتقلبش كتير، يعني احنا هنحطه دلوقتي نخلط بقيه المقادير مع بعضيها، وبعدين نضيف السجق ده في اخر حاجه عشان انا عايزه يبقى سليم في قلب الرغيف. ده مهم جدا على فكره. ممكن نعمل حواوشي دجاج، ممكن. ممكن نعمل حواوشي سي فود، ممكن. حلو قوي. اللحمه جاهزه، بناخدها نسقطها هنا كده. الله بالشكل ده كده. حواوشي يعني فلفل حار يتقطع بالسكينه. معانا هو حلو بالشكل ده كده. انا بحب تفاصيل الخضار او فلفل في قلب الرغيف الحواوشي، ما تبقاش كده مضروبه في الخلاط وفي الكبه وناعمه. يعني اقطم قطمه الاقي قرن فلفل حار، الاقي شويه بقدونس حلوين كده في قلب الحشوه، هو ده الدلع. الاقي شويه بصل ناعمين مفرومين كده بالشكل ده كده، الاقي فص ثوم ناعم، اللهم صل على النبي. الاقي معلقه فلفله حلوه، الهريسه الحمراء اللي احنا عارفينها بتدي فليفر حلو، ما هيش سبايسي قوي ولكن طعمها حلو اهو في قلبيه كده. حلو قوي بالشكل ده كده. البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، شويه ملح شويه فلفل. نعم يا غالي. لا معتز شاطر في عمايل الحواوشي، في عمايل المكرونه، دي حاجه. بس لما الشيف المغازي يحط لمساته وبصماته موضوع تاني. اي نعم عيد ميلاده النهارده، كل سنه وهو طيب، بنقول له كل سنه طيب يا معتز، ولكن مع الرغيف الحواوشي بتاعنا هنقدر نهديك هديه حلوه.
ادي كده الخلطه بتاعتنا زي الفل. انا عايز احط للامانه هنا مكعب زبده صغير ادعمه اهو. وايه المشكله لما يكون هاوي تصوير هاوي اخراج هاوي تمثيل فنان يخش المطبخ عادي؟ شطار في عمايل المكرونه ماشي، شطار في عمايل الحواوشي ماشي، الحاجات دي كلها اهو. مكعب الزبده هنا كده بالشكل ده كده في قلب الرغيف بيديله دسامه حلو قوي. كل ده في قلبيه. الزيتون الاخضر بتاعنا الجميل الحلو ده كده بناخده بالسكينه تقطعه. نعم. لا الاسود هيبقى في قلب الرغيف مش لطيف، فيفضل في حاله مثلا عايز اضيف لمسه او اضيف اضافه حلوه جديده للرغيف الحواوشي وعايز احط له زيتون. وخلي بالك لو حطيت زيتون ما تحطش ملح لان الزيتون مالح. هتحط زيتون وفي نيه اضافه للزيتون للرغيف الحواوشي يبقى نرفع ايدينا من الملح هنا. انه يفضل اضافه الزيتون الاخضر مش الاسود. على وش البيتزا شرايح الزيتون الاسود افضل. عنوان البيتزا. لان دي هتبقى حشوه جوه، فلو حطيناها اسود مش هتبقى لطيفه. يتقطع الزيتون كده بالشكل ده كده تحت السكينه. خلي بالك لو تكون تطلع لك نوايا ولا حاجه في قلب الزيتون. ويا سلام لو انت عازمه حماتك بقى النهارده وعامله لها الحواوشي ده عشان خاطرها وبتحبيه حماتي ومجوده جامد قوي، وتفاجئ بالنوايا تحت اسنانها مقصوده 100%. مفيش نوايا هنا بقى، نوايا حسنه ان شاء الله. ناخد الزيتون ده كده اهو بالشكل ده كده اهو، ده الجديد على السجق. نقلب الخليط ده كده بالراحه خالص، نشيل كده نروق الدنيا. اللهم صل على النبي. نظافه في ايدك اول باول. جارتك تفاجئك، ضيوف يخشوا المطبخ عندك يلاقي مطبخك رايق زي الشيف ما هو شغال كده. حلو. ناخد الخليط ده كده ونقلبه بالراحه كده، والزبده راحه جايه. يعني لو كل رغيف اتحط فيه حته زبده مع الحشوه دي بتسيح مع السجق عنوان تاني وطعم تاني. دي الحشوه بتاعتنا الجميله للرغيف الحواوشي. انا عايزك تعمليه بالطريقه دي. نجيب العيش بقى. العيش هنا كمية زي ما احنا عايزين. عيش بلدي ماشي، عيش شامي مفيش أي مشكلة. عايزة تعملي عجينة وتخمريها وتقسطيها وتبدأي تحشيها بالحشوة دي مفيش مشكلة. بس الحاجة السريعة والمعتادة إن احنا بنجيب العيش ونحشي فيه الخلطة بتاعتنا الجميلة دي. كام رغيف يا عم الشيف؟ والله بقى أنت وكرمك يا عم الشيف، ده العيش البلدي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا فاتحين العيش مسبقا عشان نكسب وقت بالشكل ده كده، وناخد الحشوه دي كده. بتلاقوا في بعض المطاعم الرغيف الحواوشي عالي كده وسميك. والله انا بتكلم الصراحه والمصداقيه، ورزقنا على الله، كلنا رزقنا على الله سبحانه وتعالى. البعض بيضيف بيكنج باودر لخلطه الحواوشي، البعض بيضيف شويه دي مع بيكنج باودر لخلطه الحواوشي، يقوم لما يخش الفرن ويستوي يبقى اللحمه في قلب الرغيف الحواوشي عامله زي الكيكه. باكل انا كيكه ولا باكل؟ لا خليك حته اللحمه كده حلوه، لان احنا اتعلمنا. شفت لما نقول اللي اتعلمنا هنا ده عنوان الرغيف الحواوشي ده من زمان مشهور في محطات التوبيس في المواقف الكبيره زمان، وانا في الاعدادي كنت اكله. الراجل بيحطه في ورقه جورنان، كان يحطه في ورقه المجلات، كنا الواحد يقرا الاخبار من رغيف الحواوشي، والكلام ده بيحصل يعني، يمكن بيحصل دلوقتي طبعا مش كويس يعني على فكره. ده المفروض يتحط في ورقه زبده. شفت الجو ده كده؟ ونضغط عليها جامد كده زي الفل. تعالوا نعمل شويه هنا من العيش الافرنجي ده كده. كنا نشوف الراجل يعمل قرطاس يحط فيه الطعميه، بس الكلام ده دلوقتي مش موجود يعني. دلوقتي عاملين اكياس وعليها ايه اسم المطعم، حاجة حلوة يعني. دي حتة الحواوشي، دي زبدة بلاشها، خد بدك كده سجق. نفس دول كده اتنين اهو. ده عيش مختلف. ميني حواوشي. نروح في بعض الكافيهات يقول لك عندنا سيرفيز ميني حواوشي بيعمل مبلغ وقدره. عادي جربي وشوفي، مش هتلاقيه طبعا، هتلاقيه بتاع نفس القصة. أنا بحب الميني حواوشي ده، باخد الواحدة قطمة والتانية خش على اللي بعديها. انت عايز خمس رغيفه؟
بطل، انا عايز 10 من الصغيرين دول. حلو، يلا تاني كمان. هتسويه ازاي ده يا مغازي؟ في طريقتين للتسويه. الطريقه الاولى في قلب الطاسه بنساوي الحواوشي ده كده مع رشه ميه لكل واحد رغيف من دول، عشان رش الميه للرغيف الحواوشي بيطول من عمره وما يحمرش بسرعه غير لما الخلطه تستوي. شفت التركايه بقى؟ املي الرغيف كده، خلي بين الكرم. حلو، واحد عيش بلدي واحد عيش بلدي. ايه الفرق بين العيش البلدي والعيش ده؟ ده بالرده داخل في مكونات العجينه رده، والتاني مش داخل فيه رده. طب بتحب انهي واحد فيهم يا مغازي؟ بصراحه اللي فيها رده. الله الله، اخر واحد معانا نعمله بلدي، والبلدي يوكل. اللهم صل على النبي. حفلة حواوشي النهارده. ده يتعمل وممكن يتشال في الفريزر، يتعمل ويتشال في الفريزر، بس بتحطيه في ورقة زبدة أو ورق رابل البلاستيك التغليف. يعني برضو لو أنت عايز تجهزي الحاجات ديت وتحضريها، إنك أنت ما تاخديش وقت زي ما الشيف عمل دلوقتي كده وتبقى من ضمن التحضيرات، مفيش مشكلة، ولكن يفضل إنك تلفيه طبعًا في ورق زبدة أو في ورق أو في رابل اللي هو البلاستيك. ده معانا وده معانا. حضراتكم أهو تبقوا عارفين، لأن الحاجات ديت لازم نبقوا عارفينها. عايزه تحفظي الحاجات ديت وراجعين من المدرسه، راجعين من الشغل، عايز اكل حاجه سريعه، رغيف زي ده فيه العناصر الغذائيه، فيه البروتين الحيواني، فيه الفليفر، فيه الطعم، فيه خبره طهويه، لازم تحفظيه يا اما ملفوف مغلف بورق زبده، يا اما تحطيه في ورق رابل او بلاستيك تغليف. ده الطبيعي. هنسويه ازاي مع بعض؟ تعالوا مع بعض نسوي واحنا مع بعض كده. طاسه على النار شديده الحراره و معلقة زيت صغيرة كده. ايه الأخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن على فكرة في بعض المحلات بيبيعوا جريلات كده مضلعة فيها خطوط اللي بنشوي عليها الستيك المشوي أو الفيليه المشوي، بتعمل شغل برضو في رغيف الحواوشي ده. الشو بقى خلي بالك، ممكن تجيبيها، هي موجودة معانا على ما أعتقد في الفرن بتسخن. هجيبها لنا دلوقتي جريلا مضلعة كده موجودة، سعرها عادي يعني، تبقى موجوده عندك تعملي عليها فاهيتا، تعملي عليها رغيف الحواوشي ده، تدي شكل حلو والاولاد بيحبوا الحاجات دي. نحط معلقه زيت صغيره هنا. حلو، مهم جدا. ونبدا نرص دول نخليهم على بعض كده. ولكن بنتسال على السوشيال ميديا، لما اجي اعمل الرغيف الحواوشي الرغيف بيتحمر مني يا شيف مغازي، وفجأة تلاقي العيش اسمر واتحرق واللحمة جوه مش مستوية، أعمل إيه؟ مع المغازي وتركاته. هنجيب بولة صغيرة، حاجة لطيفة كده على المشي. الصغيرة دي بحط فيها يا عم الشيف معلقة فلفلة حلوة من اللي عندي صغيرة كده. حلو، بحط عليها زي الفل. تمام حبيبي، اديت لك كده ايه بقى ست رغيفها. حلو، شويه زيت، شويه فلفل صغيرين. حلو، الله، وشويه ميه. طاسه معايا هنا اهيت، دي اللي انا اقصدها. ايه اللي انت عملته ده يا مغازي؟ تاني، دي تركايه برضه. عد بقى عندك تركات كتيره. انا جبت بوله صغيره حطيت فيها شويه فلفله حلوه، شوية فلفل، شوية ملح صغيرين، ومعلقة فلفلة حلوة. وأشقشقه وأنسمه. دي مصطلحات مالكيش دعوة بيها، بس لما تشوفها بتتعمل اعرفيها عشان أشرحها شرح طويل. أنسمه أو أشقشقه. حلو. ليه بقى تنسمه وتشقشقه؟ علشان اللحم يستوي جوه بسرعة. أنا من الناس اللي يحب ياكل الرغيف الحواوشي مستوي ولطيف بالفليفر اللي أنا عملته دلوقتي. ومعانا الطاسه دي، هنبدا ان احنا نعمل ايه يا عم الشيف؟ نشوي شويه في الفرن. شويه دول، شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا نحط العيش الشامي ده كده هنا، وهنعمل شويه على الجريلا او على عين البوتاجاز. الله،
وتعشينا والأولاد اتبسطوا وعملنا حاجة جديدة واستفدنا من الشيف المغازي حاجة جديدة اهو. يلا بقى شقشقوا فين؟ اهي شفتي بقى الحركة دي؟ هي دي بقى الحركة دي شفتي؟ تقوم اللقمة ايه؟ ما تحمرش منك بسرعة هندخله الفرن حاجة جديدة. لا يا عم بيض مين؟ وانا بس مجرد ما امسك فرشة يبقى انا هحط بيض وحليب؟ وانت بتعمل عجينة جلاش ولا صينية رقاق؟ دي مية عليها معلقتين زيت، معلقة فلفلة حلوة يا ابو احترم، وعليها شوية بهارات حلوين وشوية حب اهو، وادخلها الفرن. الموضوع بسيط خالص اهو، ده صينية حواوشي. حلو الكلام؟ وهنسوي دول على عين البوتاجاز، دول كام واحدة؟ زي الفل، هتدخل دول الفرن. اللهم صل على النبي، فين مكانهم دولت؟ في أرضية الفرن، ابتكار بسيطة، تركاية صغيرة، تفاصيل صغيرة، ولكن إيه الصورة الحلوة دي؟ بمعنى كبير وطعم جديد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. وأنا واقف. هو ده بنقلب الحوش طبيعي مع شقشاء البهريز او الشقشاء اللي انا عملته، خلطه لطيفه، اسقسقه انا بهد النار على فكره، لان هو لازم بعد ما ياخد الصدمه اهد النار. واو شقشق دي على فكره مهمه جدا، كل ما اللقمه تنشف معايا بسقيها، كل ما تنشف معايا بسقيها اهو، دي مهمه جدا اهو وسيم. حلو الكلام اهو. ويا سلام بقى لو عندك شويه شوربه ضاني، يعني بالمناسبه عندك لحمه ضاني بتتسلق في الثلاجه، في شوربه لحمه ضاني، وارد وارد تاخدي من الشوربه دي وبدل الميه حطيها. بجد يا شيف هتبقى احسن مني. طيب انا عايز اعمل دلوقتي صوص الجبنه اللي انا هحطه على الرغيف الحواوشي. بنعمل برجر، بنعمل بيكاتا، بنعمل كوردون بلو، في بعض الحاجات دلوقتي مشهوره في بعض الفنادق والمطاعم والكافيهات يحط لك صوص جبنه على الحاجه. ولادنا بيشوفوا الحاجات دي على السوشيال ميديا، اعملي لي زي دي يا ماما، والواد والبنوته تبوس ايد ماما وعايزه زي دي. اعملي له زي دي. معاك الشيف المغازي يشرح لك ازاي تعملي صوص الجبنه الشيدر اللي بتشوفيه ينزل على قطعه البرجر او على الرغيف الحواوشي او على البيكاتا او على الكوردون بلو او على سكلوب في الواد، زي ما انت عايز. معانا جبنه شيدر، معانا زبده اهي، حلو الكلام، ومعانا حليب. بسطه سهوله مرونه اهو، ده الحليب. حلو قوي، تمام، شويه كفايه دول، ونحتفظ بشويه تانيين ونحط عليهم معلقه نشا صغيره، دول كفايه. حلو، ومعانا من النشا هنا معلقه صغيره، مهمه جدا على فكره الفكره دي، ليه النشا يا شيف؟ ما الجبنه لها قوام. لا لا لا، النشا حلو، هيخلي لها قوام وتبقى مطاطيه معاك. نخليهم على جنب ونحط مكعبين الزبده هنا. ده صوص جبنه بتاع المغازي، جربي تعمليه بالشكل ده وقولي رايك فيه. دي الزبده وده الحليب والنشا ودي الجبنه الشيدر، ونشوف هنكمله مع بعض ازاي، بس انا منتظر ان الحليب يغلي شويه. تعالوا مع بعض اخبار الحواوشي. ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. تلزق مين يا طيب؟ ما تلزقش في الطاسه، معانا السقسقه. واللقمه ايه؟ طريه فله، مش ناشفه بقى تكسر سناننا. ده مهم جدا على فكره. سيبها على الله واعمل الطيب. حلو الكلام؟ سقسقها. حاجة جديدة دي، حقوق الطبع لدينا وبس.
الناس اللي بتعمل الحواوشي على الجريل وتلاقي اللقمه ناشفه. السقساقه دي مهمه. بس كل واحد بقى وطريقته في عمليه موضوع السقساقه دي، شوربه، ميه، فلفله، هريسه حمراء، عصره ليمون، زي بتعملي حواوشي سمك حط عصره ليمون، بتعملي فراخ حط شويه قرفه، شويه بابريكا، شويه كركم وهكذا. صوص الجبنه مع بعض، حليب على النار. حلو الكلام؟ لان انا بحب الرغيف الحواوشي يبقى عليه صوصات جبنه، ممكن تعملي معاه باربيكيو صوص. ده تطور يعني. حلو الكلام؟ ننزل بالزبده والنشا وشويه الحليب ونقلب. هتلاقي الحليب اخذ منك قوام كده ايه بسيط. حلو؟ وانا شغال كده زي الفله. شكل رغيف الحواوشي على الشاشه فظيع، رهيب طعم واللون والشكل، مستوي على نار هاديه كده اضمن ان السجق استوى جوه. حلو. ينزل على النار الشديده دي، زبده، حليب، معلقه نشا. بدا الحليب يتقل معايا سنه، اخد الجبنه الشيدر بتاعتي وانزل بقى يعني. في بعض المحلات بتاعه العطاره او السوبر ماركات يعني الجبنه الشيدر باودر حلوه، جيبيها برضو جميله. تفك الكيس الباودر ده وتدوبيه في شويه حليب وتبقى صوص الجبنه عادي، بس مش زي طعم الفريش ده. خلي بالك انا هوريك ده دلوقتي، ده كده شفت القوام جه ازاي. انزل دول كده. حلو قوي. شفت القوام ده؟ انا بحب اجود بقى، بما ان انا بعمل رغيف حواوشي، شويه بابريكا. البعض والله العظيم انا بقول الحقيقه يحط على الجبنه اللي عاملها يعملها بالوايت صوص ويحط عليها كركم وتبقى جبنه شيدر. انا بقول الحقيقه يا اخوانا. وايت صوص عادي اللي هو البشاميل الخفيف او الوايت صوص بتاع المكرونه البنه، ويتحط عليه كركم وقليل من الجبنه او شويه جبنه بودر، ويبقى صوص. لانه بيشتغل الراجل عايز يكسب. يكسب ازاي؟ انا بقول لك الحقيقه، اعملي الحاجات دي في البيت، في تفاصيل صغيره لما تعملها في البيت انت الكسبانه صحيا ومعنويا وكمان ماديا. هنقلب كده الصوص اهوت مع سنه البابريكا زي الفل، ونوريه القوام بتاع مخرجنا الجميل. وريني بقى شطارتك اهو، بص على الحلاوه اهو، بص على الحلاوه بقى، بص على الحلاوه ايه الحلاوه دي؟ ده صوص الجبنه بتاعي. اللهم صل على النبي. وخليه على جنب، ولادك بيحبوه اديه بيه كده جنب الحواوشي. طيب نطلع الحواوشي بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. بلانشه انا هقدمه على البلانشه دي، ريف الحواوشي ده هقدمه على البلانشه دي. عيني. حاضر حاضر. واعمل حاجه لطيفه دلوقتي كده ايه رايك؟ حلو. احط لك الحاجه دي كده، خلينا سقساه كده، سقساه قبل ما ارفعه. تتني اللقمه طريه معاك، طريه على اسنانك، سريعه الهضم، سريعه المضغ اهو. حلو. حواوشي بتفاصيل تانية خالص. تعالوا نشيلها مع بعض بقى، اللهم صل على النبي. ادي واحد وادي التاني وادي التالت، هنحط تاني ما تقلقش، معانا شويه كتير. حلو. شويه اللحمه دول طلعوا من الرغيف، ادخلهم جوه الرغيف هنا كده يا ويلي. هنبدا نحط دول كده كده كده، ادي كمان اتنين تلاتة، ونيجي للشقشقة والسقساء اهو. دي مهمة جدا على فكرة. على عين البوتاجاز وعلى عينك
يا فنان. ونخلي دي على جنب ونجلي الحب ده كده، نقطعه كده. الله الله. اه نفس القصة. اه سامعين التكاية دي؟ اه شفت؟ هي دي اللي انا عايز. نبدأ نحطهم كده فوق بعض، فوق بعض. الله تسلم ايدك يا مغازي. والله رغيف الحوش ده باكله ببعض المطاعم مش عارف له طعم. معانا الجبنة الشيدر الجميلة الحلوة. اللهم صل على النبي. ده تقديمة وده اختياري برضه. الله ألف هنا وشيفة للي ياكل. عزمك أنا معتز النهاردة على الحوش ده بدل التورتاية. حلو. تركاية بقى من المغازي. هي دي دي بابريكا حواوشي، يعني فيه سنة سبايسي. ده كده تقدم واحد. ايه المشكلة؟ برزنتيشن مهم يا اخوانا، الشكل مهم يا اخوانا. عينيا دول كده الحاجات دي لطيفة على نفس البلانشة. بحب انا طماطم جنبي وعملت حاجة حلوة، لفيت مطاعم مصر كلها والله ما تلاقيه. ده ليمون، اللي عايز يحط ليمون. لسه هنطلع اللي في الفرن. طريقة التقديم مهمة جدا اهو. خرجنا دايما يحب الرشة الجريئة دي الله. انا مش بقول لك، انا اريك والله العظيم، ده خبرة السنين مع بعض ده اهو. وقدمته على الخشب يلا بألف انا وشيف. نشوف اللي في الفرن اخباره ايه. اللهم صل على النبي، صل على الحبيب. بالله عليك تبص ورقه الزبده لما الشيف المغازي شقشقها وحطها في ميه وحطها على رغيف في الحواوشي زي ما هي ورقه الزبده. طيب اهي شفافه بيضه ناصعه اللون والبياض. ايوه ده حلو كلام زي ما هي. شيله خليها على جنب. حلو. ادي الحواوشي التاني بتاعنا في الفرن. نبص عليه. حفله حواوشي النهارده. يا ويلي ايه الحلاوه دي. بص شفت الجمال ده كده. اسعساو لسه هيتسعس مسعساء النهارده. زعلان من الكلمه دي؟ مصدقني والله العظيم خبره طويله. شوفوا بقى اسعساء بقى لما الخبره طويله كده. بص بقى صلى على الحبيب، صلى على الحبيب. هو ده هو ده يخش في السعساء. هو ده. هم دول دول اللي انا عايزه. هم دول هم دول. ده مطبخك، خلي بالك اللي انا بعمله ده عايزك تعمليه في المطبخ. السقساة دي شفتي اهي اللقمة بقى طرية ناشفة اهي. وهيخش دلوقتي على الشبكة بتاعة الفرن شوية مين حواوشي. يساوي لهم كام يا عم الشيف؟ يساوي لهم مثلا $50. والله ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ سياحي، حواوشي سياحي في قلب الفرن ياخد لون. خليه ياخد لون. نقفل. لا لا ما تفوتكش الحاجات دي يا شفيه، ما تزعلنيش منك. بص على الحلاوه. بص فيها هو ده. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق تاني من الحواوشي، بس برضه مدرسه تانيه، تقديمه تانيه زي الفل. عليه صوص الجبنه بألف انا وشفا. تقدري تقدميه لاولادك كده يبقى سخن ولطيف. ايه المشكله لو قدمت معاه شويه بطاطا مقليه اللي هي البطاطس يعني، عودين جرجير حلوين. يا اخوانا طريقه التقديم لوحدها لازم يكون فيها فكر طهوي، لأن طريقة التقديم برهان معطيات لحبك للمطبخ وضيوفك. دول شوية جرجير حلوين كده نقاوت إيديا وحيات عينيا. ده طبق تاني. حلو الكلام؟ طيب برضو إيه؟ مخرجنا عايز إيه التركاية دي؟ حلو الكلام؟ طيب تعالوا مع بعض نطلع اللي في الفرن. حفلة حواوش النهاردة. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه دي كده. مل عينيك قبل ما اغرفه. حلو. السرفيس ده كده الله هو ده الحلو. لا بعدين المين حواوشي ده فيه ميزه، لقمه والتانيه خلاص الف انا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الف انا وشفا. واللقمه طريه مش ناشفه بقى وتحس انك انت بقى ايه بتاكل حاجه تكسر لك سنانك. لا خالص.
ولا وقع في حياتك تلفها في ورقه فويل. هزعل منك بعد سنين الخبره دي يا اختي. ورقه زبده زمان عملت كده، وبين لي ورقه الزبده ميه. ليه ميه؟ علشان تعيش ما تسودش منك بسرعه وتغير لونها، والسمار بتاع ورق الزبده ينزل على وش الرغيف الحواوشي، ونقعد بقى ننضف فيه ونعمل فيه الوقت كله. اه شيل دي من هنا. حاضر، ده مدرسه تانيه كمان. نعم، زي ما انت عايز. ممكن نحط جبنه، ممكن نحط الخليج زي ما هو كده، ده اختياري بقى. بس جنبي كده زعتر حلو، بما ان انا استخدمت الزعتر حطه هنا كده، حاجه حلوه يعني. فلفل حار حط هنا جنبه، حطيه سليم بحيث بعد ما يقوموا من على السفره شيليه في التلاجة بقى، وانك انت تستخدميه تاني مفيش مشكله. بس احنا حاطينه كده ايه، برزنتيشن.